عليكم. معكم صاحب مقهى بحي الألفة مدينة الدار البيضاء. وكنا ما علينا ما بينا جالسين انا والسربينيت جالسين عند تيراس على برا شويه كنتفاجئوا كانوا خدامين زعما لي بوكلان لي تراكس كانوا كيسرحوا في هذاك الكياس على الطريق اشغال ديال شركه جي تي ار. المهم شويه كنتفاجئوا بواحد الحفره تفرقعات كنشوفوا الماء كيضرب هنايا في لاتيراس ديال القهوه والخسائر راك شايف بزاف. لاتيراس القهوه ضربت لنا في المحل داخل تلفازات ماتيريال كليان كان جالس بزاف. المهم تفاجئنا بزاف وكنطلبوا من لي ديك ويتحملوا مسؤوليه ويقوموا بهذا الواجب ديالهم اللي غادي يعوضوا فيه الخسائر كامله ديال صاحب المقهى مقهى الدبي حي الالفه ام الرابع. شن الساعه هو خدام الماء كيضرب في المقهى ما كنديروا اتصالات ما كاينش اللي كيجاوبنا. هذوك اصحاب الاشغال جي تي ار اللي كانوا هنايا غير تفاجئنا بهذاك الماء كلشي مشى وخلى داك الماء هكاك ما كاين اتصالات هاتفيه اللي داك ما كاين والو.